من الأجنحة الكبرى في معرض صحار الزراعة الدولي 2023 جناح شركة كيزد كفر الزيات للمبيدات والكيماويات. هنقابل دلوقتي الكيميائي عصام ألبير الضبع رئيس شركة كيزد، وهنتعرف منه على الفرص الواعدة في قطاع تصنيع مركبات مكافحة الآفات الزراعية وخاصة المركبات الحيوية. النهاردة عملنا المستحيل عشان نوفر المياه لمشروعاتنا الزراعية، صح كده؟ وعشان نتوسع في المساحات الزراعية، وعشان نفتح في مساحات تقترب من 3 مليون فدان واستهداف 4 مليون فدان. ده عمل طفرة في الصناعات المرتبطة بالزراعة لو قسناها على كيزد. ما في شك ان في طفرة موجودة، وفي بمبادئ السوق في طلب موجود. ما في شك كمان ان صناعة يعني هقول بقى صناعة الزراعة، لان هي طبعًا ببص دايما صناعة طبعا للزراعة او للفدان انه مصنع، بس له مدخلات وبيع وله مخرجات كمان. لو كلمت حضرتك على صناعة المبيدات، احنا شركة كبيرة جدا عمرها 60 سنة، يعني ضالعين في الصناعة، عايزين نغطي احتياجات افريقيا، نعمل ايه؟ هتكلم على التوطين في حتة مهمة. مصر نجحت انها تجذب انظار العالم دايما. الشركات الكبيرة كلها موجودة في مصر، يمكن ما تبقاش موجودة في دول افريقية لكن دايما تحب انها تبقى موجودة في مصر. وبالتالي مصر مؤهلة في الفترة دي كذراع او نقطة ارتكاز للوصول لافريقيا، دي واحدة. نمرة اثنين، مصر برضو موجود فيها خبرات كبيرة جدا وكيانات كبيرة جدا تخلي ان السوق الاوروبية تأمن انها تيجي ترجع تشتغل في مصر بقوة. واخر حاجة كانت حصلت ان احنا اتكلم عن نفسي يعني او عن شركتنا، شركة كفر الزيات نجحت انها تبتدي تخلي شركة زي سنجنت اللي هي الاولى عالميا انها تعمل ريباكينج او اعادة تعبئة في مصر. بس انا عايز اتكلم كمان على حتة ان احنا بدينا بالريباكينج، فيش مانع ابدا ان انا بعد كده يسمحوا لي بالفورميليشن، لان انا كنت بعمل فورميليشن لشركات عالميه زمان. احنا ككفر زيت دخلنا في سوق المبيدات الحيويه قبل ما حد يمتلك اي نوع من المخمرات، واحنا كنا اول شركه اورجانيك تمتلك هذه المخمرات. ده صحيح. طب اخبار السوق والطلب على المبيدات الحيويه اللي بنعملها او المركبات الحيويه لمكافحه الافات سواء في مصر او العالم، انتوا بتصدروا كمان بره؟ المبيدات الحيويه هي مبيدات مستخرجة من التربة أو كائنات مستخرجة أو معزولة من التربة المصرية، تعمل عليها عمليات تقنية معينة وتقدر تغزو بيها العالم. أنا كنت في بلجيكا في شهر 6، الاتجاه في أوروبا إن 20-30 50% من المبيدات الكيماوية هم عايزين يوقفوها. مين حيملى الفراغ ده؟ إحنا مصر. أنا في الحتة دي بقى خلينا نقول مصر عشان نعملها، أقدر أشتغل بإمكانياتي وإمكانيات المعاهد البحثية، نقدر نحط مصر على خريطة الدول المنتجة للمبيدات الحيوية وبقوة. طب حضرتك بتتواصل مع المراكز البحثية في مصر هنا ولا برضو الحلقة مفقودة؟ لا هم وصلوا لإيه؟ طب ما أنا كفر الزيات ما أنا أصنع لك، إحنا تعالى. إحنا في تعاون مع المبيدات اللي عندي دي، بالتعاون مع مراكز بحثية في الأنبوبة. هناك يمكن 3 أو 4 منتجات إن شاء الله يعني هنبتدي ندخلهم للتسجيل أو في بروسس التسجيل كمان.